هذه الأضواء في الاستوديو هذه التي تشبه الميونات تتحول إلى اللون الأصفر عندما نتناول موضوعا رياضيا أما باقي القصص فتظل هكذا ملونة اختلفنا اليوم قبل دخولي إلى هنا عن طبيعة هذه القصة فلجأنا إلى القرعة فاختارت القرعة هذه الألوان أي أن قصتنا عادية رغم أنها تتحدث عن تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المكسيكي خافير أجيري لتدريب الفراعنة بدلا من الأرجنتيني هيكتور كوبر إلا أن البحث ما زال مستمرا لاختيار منصب مدير المنتخب الوطني الأول الذي يرأسه حاليا المهندس إيهاب الهيطه. هناك من يجد نفسه كفؤا ومؤهلا لشغل هذا المنصب منهم الفنانه سما المصري ذهبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قدمت أوراقها وسجلت فيديو تقول فيه ورقة اعتمادي لاتحاد الكرة المصري انتوا جبتوا مدير فني اللي هو اجيري راجل بيقولوا حوالين منه شبهات نوعا ما انا بتقدم لكم بورق اعتمادي علشان ابقى مديرة المنتخب مع اجيري اوكي لان انتوا تعرفوش الست المصرية لما بتحب ان هي تدخل في حاجة بتنجح ازاي وخصوصا لما تبقى الست دي هي سما المصري بقى فانا بقى مدير المنتخب اولا مش هيحصل اي مهازل ولا مسخره اللي كانت بتحصل في روسيا لا في تلفونات هتبقى مع لعيبه ولا في تصوير ولا زوجاتهم هيزوروهم ولا حد اعلامي او فنان هيروح لهم المنتخب عشان يتصور معاهم ما فيش ظهور خالص للاعلام اللعيبه هتنزل ملعب تاكل النجيله اوعدكم هجيب لكم بطولات افريقيا وبطوله كاس العالم كمان انا السي في بتاعي انا كنت كابتن فولي بول يعني عندي خلفيه رياضيه وبفهم في الفوتبول شويه انا همشي لكم المنتخب ده على الالف خرجت ايضا وغردت بصوره تقول فيها انها طلبت او طلبها سيناقش في اول اجتماع لمجلس الاتحاد ولو كان ردكم بالإجابة تخاطبهم لهم أو الرفض رجاء ان توضيح الأسباب وأعدكم بأنني سأقدم ما استطيع فعله للارتقاء بالكرة المصرية نشر أيمن جلبو المحرر في يلا كورة صورة يظهر فيها الطلب الذي كتب من قبل سما المصري يبدو أنه كتب بخط اليد وأنه ورقة يعني ربما ممزقة من دفتر له سلك أثار الأمر سقرية مواقع التواصل والمغردين هذه عينة أنا ياسين تقول شايف أن بعد ما نعين سما المصري مدير المنتخب نغير من نفسنا شوية يعني بدل منتخب الفراعنة خلو أحاسيس ونسيبك بقى من الطقم الشتوي وخلينا على طول بنصكم حتى نبين العضلة ويا نغير لون التيشيرت كمان حسام الدين الليثي لماذا الاستغراب البلد اللي يحكمها شخص مثل السيسي وتنتخب فيه في عبده ام مثاليه طبيعي يدير منتخبها سما المصري. طبعا رفض مجلس الاتحاد برئاسه هاني ابو ريده الطلب الذي تقدمت به الفنانه سما المصري لتولي منصب مدير منتخب مصر وقال احد الاعضاء انه من غير المعقول ترك كل الكوادر الرياضيه واللجوء لاهل الفن لتولي مناصب قياديه في المنتخب. ما يحدث تهريج وشيء لا يصدق ينضب إلي من القاهرة الفنانة سما المصري مرحبا بك يا سما هل انزعجتي لأنهم رفضوك في هذا الطلب؟ <applause> لا هو ما فيش رفض يعني انا مش عارفه انت جبت المعلومه دي منين بس من الطلب لسه انا مقدمين امبارح لا 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 مفيش الكلام ده يقول اسمه العضو ده امبارح لسه الطلب متقدم وهو مش مهم على فكره الطلب انت بتقول في الانترو ان الطلب من دفتر في سلك هو هو مهم الطلب مكتوب ازاي ولا هو الطلب قصده ايه دي حاجه حاجه تاني الطلب لسه متقدم امبارح وسالوا اللي هو سارة سويله من المدير التنفيذي لان انا لما رحت ما لقيتش يعني ما لقيتش مهندس هنا بوريده لما سالت عليه فقالوا لي فيه النائب بتاعه اللي هو ثروه سويلم مدير التنفيذي فانا سبت له الطلب لان كان بيسجل انترفيو مع قناه فضائيه سبت له الطلب ومشيت هم لما كلموه بالليل بعد ما استلم الطلب قال ان احنا هنعرضه على مجلس الاداره في في اول اجتماع ولسه ما فيش اجتماعات حصلت فكلام ان هو اترفض ده كلام مش صحيح وفي ناس طيب. بتقول هم يعني هو ياخد منك الطلب ليه انا زي اي اي حد في مصر او بره مصر ما يقدم طلب لاي طيب. اي مكان لماذا, لماذا تريدين ان تقودي المنتخب المصري ما الذي ستغيرين فيه يعني ثم يعني هناك من ينتقدك ما هي خبرتك في كره القدم يعني <applause> فولي بول ليست أولاً كافيه اولا أولاً أنا مش مش مقدمة الطلب ده بناء على خبرتي في في الفولي بول. لا أنا مقدمة الطلب ده كشغل إداري يعني أنت ليه بتقولي هتقود المنتخب أنا مش هقود المنتخب أنا مش إداري فن هم جابوا أجيري المكسيكي لقيادة المنتخب فنياً. لكن في لكن قيادة المنتخب إدارياً ليست مسألة سهلة ما هي خبرتك الإدارية؟ لا هي كلها حاجات اداريه واي حد لما بيدخل اي مكان بيشتغل فيه لاول مره ما بيبقاش يطلبوا خبراته يعني مش شرط كل مكان حد يدخل يشتغل فيه يبقى ليه سي في معين متصل بالمجال ده لا هو بيعرض الطلب هم بيقابلوه بيتكلموا معاه بيشوفوا ممكن في ناس فيهم تشوف السي في لاي متقدم لاي منصب في البلد هو لو لقيوا ان هم الرولز بتاعتهم تمشي تتناسب مع وجود هذا الشخص في هذا المكان بيختاروه ما لا تتناسب فما بالهوش موضوع طيب سهل تتوقعين يعني. ان يدرس طلبك بجديه وما هي فرصتك بنجاح الطلب آه هو اللي انا عرفته ان هم آه هيدرسوا الطلب جديا مش جديا دي ما حدش يقدر يعرفها آه بس هو اللي هو ثروت سويلم آه قال ان هو هيعرض الطلب لما صحفي سالوه على اجتماع مجلس الاداره لسة طيب ماذا تقولين بسرعه أبعش. للذين يقولون انك ستدمرين هذا المنتخب انا ماليش علاقه بالمنتخب اساسا انا جهه اداريه يعني انا لو تم اختياري في هذا المنصب فهو جهه اداريه ليس له علاقه مباشره باللعيبه ولا بالتدريبات ولا بالمعسكرات ولا بالحاجات دي دي جهه اداريه الفنانه المصريه المسؤول عن كده اجيري سما المصري م? شكرا لك لانضمامك أيوة. الى ترندك شكرا, شكرا.